حلوة على برك الناموس. الله يبارك فيك. أقل شيء يقدم الجمهور علويات. نوم عيني نوم عيني. خلينا اليوم الناموس في الألبان. حيوه عيونكم. أنا والله الأول أترمى. حلوة. حلوة حلوة تستاهلون تستاهلون. الله يستاهل طيب. وين الناموس وينه؟ الناموس؟ إيه. فردية وين هي؟ أجرناها. أجرت على من؟ دبوس ولا من؟ دبوس استأجرها من آخر لحظة. خذا قال حليبة كم من اسم قلنا سجلوا معي. ناموس يا ناموس يا صاحب جدي. نوم عيني الناموس يا أبو صالح. يلا. شرب الناموس شاركنا اليوم في الألبان وخذينا الأول. هذا الدرع كان هدية اليوم من المهرجان. الله بيض وجيهم وبيض وجيهنا. الاستراحة طبعا من لجنة التنمية السياحية بمحافظة الخرج بمناسبة إقامة مهرجان الألبان والأغذية بالخرج. طبعا الله بيض وجيكم من ربع. هذا فضل من الله سبحانه. ثم فضلكم أنت أبو صالح وأنت أبو مطرف وأنتم يا أخويانا الاستراحة. طبعا يا ربع هذا فضل من الله سبحانه ثم فضلكم على ذا الدرع كلكم طال عمرك. والله يا جماعه ولا يفرقنا في الصراحه. نعم انتم تراكم باذن الله انكم قادمين بقوه للساحه. نعم نعم من حبه الله سبحانه حبه خلقه. واليوم انتم عاد شفتوا بعيونكم الزحمه والعربان اللي تموا علينا. نعم حبه الله سبحانه حبه خلقه. وهذا عد الدرع ان شاء الله اول درع يجينا وعقبال ان شاء الله ما انا من الذي يدروع. نعم الغنام للعسل البري. طبعا يا ربع محبين العسل هنا طبق مليان عسل انواع واشكال. بحط لكم اسنابهم الحين واللي بيتواصل معهم ابد يضيفهم اسناب وياخذ علومهم كلها. ربع ابشركم ابو موافق تعدى 1000 متابع في التيك توك. اسمعوا يلا حق له كيف جوالك؟ بخير. لبيك. تم مرحبا ماشي اهلي مرحبا ماشي. تم نورت الاستراحه. اهلي مرحبا ترحب بالسيد. ام علي يا مراقد راس هنا شه كلنا روسنا كذا قمت انا راس هنا راس هذا ولا ذاك. علي اسمه الحين راسه رجله اسف. شوف البارح يوم نرقو روسنا جنب بعض شوف كم قلت له راس قرين كذا يا ولد. ايه
متحلم اني عقرب ساعة. نوم عيني يا بطل يا سلام. ينطش راسه الحين. عون عون. ما ادري هذا شو عزال العديل. عديل وزيل الله عليك. العظيم لو تكي محمنا. هلا يا هلا حيلين وحلا. ايوه عطى مشي. مدللتان كيف نلقاه؟ يقلب ويقول لي تعال وهي تعال. ايوه وبعيونه يقول لي ما في مجال. هلا 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 اسعد الله مساكم جميع وش حالكم طيبين وبخير. ثانا طالعين من الدوام. اليوم يا ربي بعطيكم قصه صراحه ضيق الصدر. قصه توجع. ما ادري ايش اقول، ما ادري كيف ابدا. المهم علمني بها راعي القصه، يوم قال لي اشهد انها ضيق صدري. ليته ما قال لي ذا القصة. تخيل قصة حزينة هو يسولف على سيف. يا اخ ما تدري تبسي، ما ادري الضمه، ما ادري انا ما عارف اواسيه. المهم انها رجال، بقولكم القصة. المهم انها رجال يحب بنت عمه وفي نفس الوقت بنت خالته، يعني ابوه وعمه ماخذين خوات، فهمتوا علي؟ يقول من يومنا صغار وحنا نحب بعض، هي لي وانا لها. يقول مهم كبرنا تغطت البنت، يقول اكلمها في اليوم ساعة بس اكلمها، يقول ما حد يدري، يقول حب نقع النية اني ان شاء الله اني بتوظف وباخذها على سنة الله ورسوله. يقول المهم لا فيها عم لهم تاجر في الرياض، عم تاجر لهم في الرياض. يقول جاء ذا اللي في الرياض صوبهم يبي يخطب لولده، يبي يخطب لولده يناسب من يناسب الولد اللي يحب البنت. لذا التاجر اللي في الرياض ولده خربان دويشر، والولد عارف ان ولد عمه داري انها راعي اخناز وراعي امور ما تصلح. المهم جاء ذا التاجر اللي في الرياض راح يبي يناسب من يناسب الولد ذا اللي يحب البنت ذيك، يبي ياخذ بنته. المهم ورد عليهم قال الولد ابشر يا عم العلم عند البنت مو عندي. قال طيب. وراح الولد لاخته قال اسمعي عمي بي يزوجس ولده، ولده فيه كذا وكذا وكذا وكذا، وانا والله فانا اخوس ما بي اللي يضرس، والولد مو مضبوط مو هو كفو للزواج. قالت اخته لي تشوفه وانا اخوك، رجال مو مضبوط اطرده. عود الولد ذا على عمه قال يا عم والله ما كنا نصيبين عندنا. ضاق عمه التاجر ذا اللي في الرياض، قال ليه؟ يوم ما تزوجني ليه؟ انت وجهك ومن الكلام اللي فيك وتطردوني. قال مره ما به نصيب ويطلع من مجلس الشايب، طلع ذا التاجر ودق سلفه يا ولده وراح صوب الرياض. الله الله وضاق وكبر السالفه وكلنا درى انه ضايق. التاجر ذا انقهر، قهره الولد، قال قهرني ذا والله العظيم ان اقهره في نفسه ان اضيق صدره. جاء بعد ايام راح صوب اخوه ذاك، اخوه من اللي الولد يحب بنته، فهمت علي؟ راح صوبه قال السلام وش حالك طيب؟ حنا جايين نبي نناسبكم. قال الشايب تاخذون تبون من؟ قال نبي فلان. قال الشايب فلان هل فلان اللي يحبها؟ قال ما عليه يا رجال، فلان عاده عاطل عن العمل، حنا عندنا ولدنا موجود بيداوم في وظيفة زينة واغراه بفلوس، عطاه يقول ما المهر ما ادري يقول فوق 200,000 زود عليها، عطى الشايب جيب وما ادري ايش. الشايب سوى ذاك ارتخى، يوم درنا دراهم وايد ارتخى. قال قال الشايب لو ما تاخذ البنت لو اخذك انا. الشايب ضاعت علومه عند الدراهم. المهم
وتعالموا ذا الشيبان وارخى ذا. قال ابد البنت ها تراه لكم. والبنت جاه علم البنت تسمعهم ورفعت التلفون دقت على ولد عمها اللي في نفس الوقت ولد خالتها. قالت يا فلان عمي ترى عندنا وابوي بيزوجني وكيف افزع افزع وجيك ولد طاير يدخل على الشيبان العلم مشو. قال ابو البنت العم سلامتك عمك جايني خطب فلان. قال فلان هلي. قال انت وانا ابوك عادك عاطل على العمل لا شغل ولا مشغله والبنت على حربة زواج. قال انا باخذها لو يجي عمرها 40 ما عليك مني انا باخذها. قال لا بالله احنا عاد ما عاد نبي تجلس عندنا في ذا العمر راح عمرها ما تزوجت. الام يبي فيها تكفى يا عم فلان هلي مره ما لك نصيبين فيها. يقول انا ودي انا تبلعني ولا يقول ما عاد عرفت شو اسوي. يقول عندي لا محزم ولا ابوي متوفي ولا. يقولون عمي التاجر يولده ساكتين دقن الرسم ساكتين كانهم ودهم يتبسمون ابتسامة الانتصار. وعمي ذاك وهو اللي يرد على الولد قال مالك فيها نصيب ابشر بعوض اختها ما ادري ايش يقول. يقول انا ما تقول دين الله تبلعني. قوم القهر يقول وعود البيت طاير يقول طاير ابتي قلت بياخذون الفلانة قدامي والله ما يروحون بها. يقول وادخل يقول انسى ذيك الغرفة. يقول واخذ رشاشي قلت بذبح الشيبانتين هم شايبوا يولده وعمي يقول بحشرهم. يقول بذبحهم ويقول لا يقهروني. يقول بروح يقول افتح الدر يقول واخذ رشاش. يقول يوم خذيت الرشاش يقول واطلع ابي انطلق صوبهم. يقول بحشرهم. يقول توني طالع من البيت الذي امي تقومني الا امها تقومها. قم قم يا فلان قم صلي الفجر. يقول واقوم من النوم. يقول ذا حلم طلع حلم. يقول يوش يقول اثره طلع حلم. يقول يوم قمت الذي امي تقومني قم قم يا فلان قم صلي الفجر. يقول واخذ جوالي يما فلانة وين هي؟ قالت فلانة عندها لا العلم بها شيء بها أمور. قلت لها كل شيء زين بنروح صلاة الفجر. يقول راح صلي الفجر حيث الحين والحمد لله وما أدري وش اللي حصل. المهم هذه سالفة وشكرا لكم على حسن الاستماع. يا هديت المتحمسين للقصة أبشروا بيوميا قصة يوميا قصة. لا يا رب حسوا حسوا باللي حسبه. طبعا قصة دي قال لي واحدة من العيال واني تحمست وضاق صدري وانقهرت قمت ادعي على ذا شوي بهم ذا الشايب اللي في الرياض التاجر قمت ادعي عليه قلت اجعل الفقر جعله اللي الله يقطعه واللي فيه واللي ما فيه جد دعاوي. بالاخير طلع حلم يوم قال وحلم يوم قال حلم كنت حسبي عليك وانا شوي وبيبتي حتى لو يبتي ما بدأ وكيف دموعي يا بعينات مين اشوف انا طلع حلم مخرج حلم. يا ربع سبحان الله دائما القصة اللي فيها ضيقة صدر وفيها حزن وفيها شحنة يتحمسون لها الشعب يتحمسون لها القصة ما ادري هم يحبون ضيقة الصدر ليش تدور انت وياه ضيقة الصدر والشحنة. اما القصة لا جاء فيها يعني ضحك وناسة وفرح ما حدا يسمع لها يدورون الشيء لضيق الصدر ليه وش السبب. زي الحين المسلسلات لا تابعت المسلسلات اغلب المسلسلات الحين اللي يتابعونها الشعب حب ما حب وخيانة بس ويبتون ويبتاء وتدرينها تشذ. انا اذكر آخر مسلسل تابعته بحياتي صدق اللي وبتيت منه والله ما حقيت إني ببتي من مسلسل مسلسل خلود تخبرني خلود ذاك الدب اللي انقلب الدباب ومات هذا اللي صدق والله بتيت قلت هاشم هاشم. ومن عقبه أنا ما بغض مسلسلات قلت ما عاد نتابع ولا مسلسل. وسعيد من هدول ارحب تعال سلم من شلونك حاك الامير طيب شلون امك عقب افلي خالك يا تبن تقول سيوف من تحب سيوف احب علي تحب علي علي من علي شقيقي شقيقي ايه اللي في قناة الواقع ايه علي من ما يحبه علي طبعا سيوف من جمهورك
لان يا اخي لا تلوم يا اخوك، انت قلبك الام كلنا يحبك، حتى احنا يا اخوياك نحبك، واذا جاء في خطر شيء نجي نفضفض لك يا امنا. يلا عنده اخلطه تخلطه؟ ايه والله يا اخو اللي بخلطك بخليك صياديه. تعرف صياديه ولا لا؟ لا. ها قم يدهم شر امها. شر امها. صلينا. ايه الله يقبلها. امين امين. المهم ربع مصلى العشاء في جماعه فهو في ذمه الله حتى يصبح، ومصلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله حتى يمسي. عليكم يا ربع بالصلاه في وقتها، عليكم بالتربيه الزينه. الحين لو رحت المسجد اخذ الصغار معك، خليهم يشوفونك لا صليتك لا تسند. الحين صغير انت قدوته الكبير، يشوفك الكبير اي شيء بتسويه بيسويه، لا شافك تصلي بيصلي، ولا شافك يلي دخن دخن يا ربي هديك مع الوقت بيكبر بيدخن، بيقول اخوي الكبير يدخن وابوي يدخن، يسوي سواتك اللي تسويه يسوي مثلك. رحنا صلينا انا وسيوف الله يقبلها، وتسننا يا ربي يقبلها ويوفقنا وياكم ويهدي الجميع ان شاء الله.